مع غطس. غطس، احكي لي بقى قصة الغطس وايه الميداليات اللي انت خدتيها. قصة الغطس هي حركات جمباز في الهواء من ارتفاعات مختلفة، في متر و3 متر وثابت، من 5 و7 متر و10 متر. اخترتي الغطس ليه؟ عشان انا كنت في الاول بلعب جمباز، اخد اكتر من 80 ميداليه في الجمباز. بعدين شفت لعبه الغطس، شفتها بالصدفه كده، يعني انا كنت شاطره في الجمباز، شفتها كده بالصدفه، عجبتني جدا ودخلتها وانا عندي 10 سنين، ودخلت المنتخب وانا عندي 11. فبعد مصر سنه متقدمه في الغطس يا مها ولا لا؟ يعني دلوقتي بدانا نتقدم، يعني انا الاول، يعني انا الحمد لله اول لاعبه اتاهل واشارك في اولمبياد الشباب واولمبياد ريو، فاحنا يعني بدانا ندخل، ما كناش من الاول في المستوى العالمي. ليه مثلا يعني مصر ممتازه في السكواش، في العاب معينه، حتى العاب القوه في تحسن، لكن ليه السباحه والغطس مش دايما؟ يعني السباحه عندنا فريده لكن موجوده بره، لكن ليه الغطس بالذات ما عندناش فيه؟ عشان الغطس مثلا، الغطس والجمباز العاب تكنيك، فبتحتاج كل حاجة مظبوطة، يعني كل حاجة إمكانيات وكل حاجة ومدربين وكل حاجة تبقى مظبوطة، ما ينفعش حاجة تبقى قليلة. يعني مثلا رفع الأثقال والتايكوندو بيعتمد على القوة، يعني ممكن من غير مدرب أو حاجة يلعبوا فيتنس ويعتمدوا على القوة، غير مثلا إحنا لعبة الغطس لازم إمكانيات ولازم بسين ولازم أجهزة ولازم صالة جمباز ولازم حاجات كتيرة جدا. وطبعا بينقصنا طبعا خبرة، يعني احنا ما فيش خبير مثلا بيجي يطور عندنا، فهي دي ما بتقدمش. يعني مش معنى كده ان المدربين مش كويسين عندنا، لكن لازم احنا نجيب خبراء من بره عشان نستفاد منهم ويقدموا اللعبه. يعني كل الدول دلوقتي بقت دي مثلا اللعبه الاولى عندنا الصين، الدوله الاولى عندنا الصين، فبتجيب خبره سنين في كل الدول، يعني كل الدول فيها خبره سنين، يعني امريكا فيها اكتر من 3 سنين، فهي دي طبعا مدرسه صينيه لازم تدخل عندنا لحد ما يبقى عندنا قاعده في الغطس كويسه. يعني فهي دي بينقصنا حاجات طبعا كتيره، عشان لعبه فنيه اكتر من هي قوه.